حصل من تواجد هذه الجماعات واشرت انه عمل تشويه للشخصيه المصريه. صحيح. لكن انا مهتم كاستاذه جامعيه بالاساس شهادتك على هذا التاثير، يعني الجامعه كانت ايه قبل هذه الجماعات وتواجدها، وبقت ازاي بعد ما تمكنوا، ايه الاثر اللي فاضل لحد دلوقتي؟ يعني هو الـ يعني الـ الاثر اللي فاضل هو طبعا المجتمع كله بقى محافظ، والجامعه هي بنت المجتمع زيها زي الاسره وزي اي مؤسسه، زي اي مؤسسه زي مؤسسه الاسره، فالمجتمع كله محافظ. يعني انا فوجئت مثلا في احدى المحاضرات لسه قريبا من حوالي شهرين، بقول للطلبه شفتوا كذا في نشرات الاخبار وكذا، فواحده قالت لي ما بشوفش التلفزيون، قلت لي كده من شهرين من شهرين، قلت لها ما بشوفش تلفزيون، فقلت لها يعني حاجه معينه يعني قالت لي لا ما بشوفوش خالص، ده غير وارد. قلت لها طب انت بتجيبي معلوماتك منين؟ قالت لي زي ما كنا بنتكلم كده من وسائل التواصل الاجتماعي. قلت لها كلها يعني مشكوك فيها في هذه المصادر. يعني هي ما بتشوفش تلفزيون يا فندم، موقف يعني فكري ولا ديني؟ موقف من التلفزيون بشكل عام، من انا لم اتخيل انه ده موجود يعني. فالمجتمع بقى محافظ، يعني النفس المحافظ ده بقى عالي، وفكره بقى انه كل واحد ماسك كده قاموس في مجموعه مفردات، اذا انا ما اتكلمتش من هذه المفردات ابقى يعني خارج السياق او مخطئه او اشياء من هذا القبيل. كل واحد بيقيم بينصب نفسه قيم على غيره، وبما اننا بنتكلم على وسائل التواصل فده شديد الوضوح في وسائل التواصل بالظبط. في تناحر وتنافس وتنابز، ويعني الناس واقفه لبعض على الواحده زي ما بيقولوا يعني. وتخطئة دائما، يعني طول الوقت الواحد محتاج يبرر ومحتاج يشرح ومحتاج يفسر ليه بيعمل كده. عايز اقول كمان من الاشياء، يعني الكلام بيجيب بعضه والكلام يعني مع حضرتك ممتع، انه من الخصائص البيئه اللي احنا بنعيش فيها انتهاء الخصوصيه. انتهاء الخصوصيه، مفيش خصوصيه، مفيش خصوصيه على الاطلاق. وسائل التواصل الاجتماعي عليها حياتنا كلها. كلنا زي ما بيقولوا بلغه اهل المسرح كده، هي حطمت الحائط الرابع يعني اللي هو يعني احنا ما يعني. واعتقد انه ده برضو شيء من يعني سبب من اسباب برضو يعني تغيير شويه في الشخصيه المصريه. يعني بقى حطمت كل شيء.